وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. أنا نرمين هم، والنهاردة بنبتدي زي ما تعودنا بفقرة الحلول والنصائح. من أكتر الطرق الصحية اللي احنا ناكل بيها الخضروات، طريقة الطبخ على البخار صحية جدا، لأن كل الفيتامينات والفوائد اللي في الخضار بتفضل فيه، مش بتنزل في مية ولا بتتحمر، وبالتالي الجزء اللي بتحمر فيها ده الفيتامينات بتنتهي تماما، وفي نفس الوقت موفرة جدا، لأننا لا بنستعمل زيت ولا بنستعمل سمنة ولا بنستعمل زبدة ولا حاجة خالص، هو الخضار زي ما هو كده، وعندنا كل الحكاية شوية مية مغلية. بناخد الخضروات، وزي ما احنا شايفين البخار طالع من المصفى، اي مصفى عندنا، مش لازم مصفى زي دي، يعني ممكن حتى المصفى العادية اللي بنستعملها نصفي بيها في الأكل. يعني لما المية بتبتدي تغلي بنحط الخضار زي ما هو كده، من غير لا زيت ولا سمنة ولا زبدة ولا أي حاجة خالص، وبنرجع نغطي عليهم مرة تانية وبنسيبهم. طبعا الخضروات على حسب، الخضار زي الكوسة مثلا اللي حطيناها دي مش هتاخد وقت طويل، هتاخد لها من 5 إلى 7 دقايق. الجزر طبعا أنشف هياخد وقت أطول، فإحنا ممكن نعملها بالتناوب، يعني ممكن نبتدي نحط الجزر الأول ونسيبه على النار مثلا 5 دقايق، وبعد كده نضيف الكوسة ونسيبهم مع بعض 5 دقايق كمان، بحيث ان كل حاجة تبقى جاهزة في نفس الوقت، اسهل بكتير من ان احنا نطبخ كل صنف لوحده. واي نوع خضار ممكن يتطبخ بالشكل ده، حتى الخضروات الورقية يعني سبانخ برضو ممكن يتعمل بالبخار، اي حاجة تانية، طماطم ممكن يتعمل بالبخار، بصل ممكن يتطبخ بالبخار، وده بيحافظ على كل العناصر الغذائية المفيدة له، وفي نفس الوقت موفر، لأن طريقة الطبخ ما فيهاش أي دهون، وفي نفس الوقت بيطبخ بشوية مية مغلية. أرجو أن ده يكون مفيد، ونطلع فاصل وبعد كده نعمل مع بعض الوصفة التراثية. أهلا وسهلا بكم، رجعنا بعد الفاصل نعمل مع بعض الوصفة التراثية، ووصفة النهاردة من صعيد مصر. الوصفة من كتاب طبيخ الصعايدة لدرويش الأسيوطي اللي اتنشر سنة 2021. الوصفة هي وصفة الفولية، وهي عبارة عن 1 كوب فول مدشوش، 2 كوب مية، نص معلقة صغيرة ملح، 2 معلقة صغيرة ثوم، و2 معلقة كبيرة سمن. الفول المدشوش طريقته سهلة قوي، نحنا هنحطه مع المية على النار في حلة لحد ما يستوي، وهيكون ده شكله بعد ما بيستوي. هنا عندنا الفول المدشوش هنسيبه على النار يستوي عادي جدا، يتسلق بالمية لحد ما يطرى. اللي هيديله بقى الطعم هي الخلطة اللي احنا هنعملها له دلوقتي. هنحط السمن في طاسة، ولما السمنة تسيح هنحط معاها الثوم والملح. والفول بنشفه، يعني ما بنخليش فيه مية كتير، بنفضل نسلقه لحد ما يبقى يدوب فيه مية، يعني تقريبا مغطية أو مغطية نصه، يعني مش عايزين مية كتير لأن ده مش شوربة، ولكن بس بتديله يعني طراوة كده وإحنا بناكله. كده السمنة خلاص تقريبا ساحت، هحط الثوم والملح. ريحة الثوم طلعت على طول، مش عايزين نغمق الثوم، مجرد بس إن إحنا نخلي لونه يصفر، والزيت يتشرب بطعم الثوم
الجميل ده. الثوم كمان من الحاجات مش بس طعمه حلو لكن كمان مفيد جدا. ودلوقتي بجيب الخلطة اللي هي سمنة وثوم وملح وبحطها مع الفول المدشوش اللي استوى. بنقلبهم مع بعض. وبعد كده بنغرفهم في طبق التقديم. أكلة جميلة وبسيطة وصحية وسهلة. وكمان أكلة مصرية من صعيد مصر. وبكده نكون خلصنا أول وصفة اللي هي الوصفة التراثية اسمها فولية من صعيد مصر. يا رب تجربوها وتعجبكم. نطلع فاصل وبعد كده نعمل مع بعض الوصفة العصرية. أهلاً وسهلاً بيكم. رجعنا بعد الفاصل نعمل الوصفة العصرية. وصفة النهاردة وصفة سهلة وبسيطة ولكن برضو مغذية. هنستعمل فيها فريك، هنستعمل فيها كذا نوع من أنواع الخضروات، فإن شاء الله تعجبكم. عندنا الوصفة دي اسمها سلطة الجزر والفريك بالأعشاب. وعندنا 175 جرام فريك يكون مطبوخ، عندنا نص معلقة صغيرة ملح، 4 جزرة مقطعة شرايح رفيعة، 1 معلقة كبيرة زيت زيتون، 1 معلقة صغيرة كمون، 1 خس بلدي، 1 معلقة كبيرة نعناع مفروم، 2 معلقة كبيرة عصير ليمون، 180 جرام أوراق سبانخ تكون مقطعة، و60 مللتر زيت زيتون. أول حاجة هعملها هحط الليمون، الزيت، زيت الزيتون، كمون والملح والنعناع. هقطعه صغير كده خالص. لما بنقطعه بالإيد وبنضغط عليه كده بنطلع الزيوت اللي فيه والطعم بتاعه، بيدينا طعم وريحة أحلى. ونبتدي نخلط كل ده مع بعض. ده هيكون الدريسنج او الصوص اللي هيكون يدي طعم للسلطه بتاعتنا. بعد كده هحط الفريك، السبانخ والجزر، وهنقلبهم مع بعض مع الصوص. نتأكد ان هما اتقلبوا كويس وان الصوص اتوزع عليهم كلهم. اوكي، هاخد الخس ونبتدي نحطه على الطبق. وبعدين هنجيب السلطة ونحطها فوق الخس.
وزي ما احنا شايفين كده حضرنا طبق سلطة بسيطة خالص وفي نفس الوقت مغذية وفي نفس الوقت ألوانها حلوة تفتح النفس. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، يا رب الوصفات تكون عجبتكم وأشوفكم في الحلقات الجاية على خيرة الله إن شاء الله. Thank you.